هنروح نشوف شوية تمارين لعضلات الساق مع المدربنا أحمد عوض ونرجع نكمل. صباح الخير، صباح النشاط. النهارده هنتكلم عن تمرين جديد وهو ازاي ارفع رجلي وازاي استفيد من رفعه رجلي لقدام باي طريقه كانت، وايه الليفل اللي انا ممكن استخدمه عشان افيد عضلات بطني. اولا رفع رجلين من الارض لقدام، فانا بستخدم الجاذبيه في المرحله من هنا لهنا. دي بتعمل ايه؟ بتقوي عضلات الرجلين الامامي ومع نفس الوقت عضلات البطن السفلى، وبيشتغل مع عضلات البطن كلها معاها، بس الاكتر بتركز على السفلى. ازاي استخدمها؟ واحده واحده. ابتدي بالريزيستنت بالراحه. اول حاجه ان ابتدي بركبه لفوق كده، استخدمت المنطقه من هنا لهنا ضد الجاذبيه. لو بعت رجلي شويه مفروده ابتدي تقطع لفوق، هيبقى الوزن اتقل فهيبقى اصعب شويه. طيب عايز ابتدي واحده واحده الاول اطلع وزنه، لو مفيش توازن عندي اسند كده وانا واقف. خش المرحله اللي بعدها اللي هو انا قاعد، ودي تبقى اصعب شويه لاني هستخدم رجلي باقوى ضد الجاذبيه. اقعد واسند ظهري عشان اثبت على ظهري، ما بقاش وسطي نازل لتحت، لا مفروض ايديا ثابته كده، ما بحملش على اي حاجه غير رجليا. ظهري مشدود، عضلات بطني مشدوده. دي اول مرحله. المرحله اللي بعدها ان انا استخدم عضلات رجلي عشان اشد المنطقه بتاعه البطن. ارفع كعب رجلي من ورا، مشت رجلي اللي يمس الارض، ايديا ثابته على الارض، ركبتي، وارجع على المس تاني، ما اخبطش بقى المس، بس اقرب ركبتي للصدر وارجع تاني. الاصعب شويه ان يعني انا رجل واحده واطلع بيها، مرحله اصعب، رجلي الاثنين وارجع تاني، بوش وارجع تاني، طلع النفس، باخد النفس تاني. طيب عايز اصعبها اكتر، هثبت وعدي ثواني واتنفس عادي خالص وتمشي نفسي. اهم حاجه ان وسطي من تحت ما ياخدش الكيرف، يعني بلاش انزل والاقي ظهري بيعمل كيرف من ورا عشان ما اضغطش الفقرات ببعض، ده هيضر عمود الفقري. يبقى انا بقوي بطني واضر عمود فقري؟ لا، احافظ على الكيرف ان انا يفضل ظهري على خط مستقيم من على الارض. نبتدي بقى من وضع الحركه. خلصت التمرين وكل مراحله للحركه والثبات كده، خلاص اتاكدت ان عضلات هنا بقت قويه، والعضلات الاماميه بتاعت رجلي قويه، وعضلات ظهري عامله لي سبورت وسند على الارض. اتفقنا ان الاهم من التمرين هو الاطاله اللي بعد التمرين. التمرين ده نعمل له اطاله عن طريق اثبت، اطلع بركبتي، افرد ظهري كده. انا عملت اطاله للعضله الاماميه بتاعت الرجلين معاها العضله السفلى بتاعت البطن. باخد نفس، اعكس رجلي، نفس الكلام، وسطي ورا اهو، هطلع سنه لقدام كده، عملت اطاله للمنطقه دي، نفس، طلع النفس. بعدها هبتدي انزل على الارض نفس الوضعيه اللي فاتت، كوعي ثابت، بعمل اطاله، اطاله ليها عده فوائد. ان انا برجع العضله تاني للمدى الطبيعي بتاعها، ما تبقاش قصيره عشان ما تضرش المفاصل بتاعتي، وفي نفس الوقت بساعد ان هي تحافظ على الوضع الطبيعي اكتر مده. دي مهم جدا ليها، لان نوع من انواع تقويه العضله هي الاطالات بتاعت العضله. اللياقه البدنيه بتبقى منها عنصر المرونه، المرونه ان العضله تبقى مرنه معايا، ما يحصلهاش تيبس. مع معلومه فيه ده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.
لما تتابعي كابتن احمد تحسي وهو بيعمل التمرين وكانه الموضوع بسيط جدا، لكن لما تيجي تنفذيه مش بالضروره. بس انا عاجبني جدا موضوع ان احنا بنحاول على قد ما نقدر يعني نخلي الناس تمارس الرياضه في البيت، يعني احنا بنحاول نودي لكم الرياضه اهو في البيت، فيعني وبنشجع بعض.